برحب فيكم أعزائي الطلاب مرة ثانية، ونبدأ بالفقرة الثانية من الدرس يلي هي الوراثة المرتبطة بالجنس. حط عنوان المرتبطة، انتبه عليه. بنقول الصبغيات الجنسية هي هنين، هذا الإكس وهذا الواي. نبدأ أول شيء نعرف ما نقصد أو ما المقصود بالوراثة المرتبطة بالجنس. بتقول حالة أليلات يعني مورثات لصفات جسمية غالبا محمولة على جزء من الصبغي إكس وليس لها مقابل على الصبغي الجنسي واي. أيوة، يعني الصفة صفة جسمية، لون عيون، لون شعر، مرض معين، أي شيء. هاي المورثة أو محمولة مو إلى قليلين، المورثة قليل مفروض على صبغي والقليل الثاني على الصبغي المقابل. هون هدلول المورثات المحمولين على الصبغيات الجنسية فيهم قصة، إنه في القليلين محمولين على الاكس اكس عند الانثى، وبالتالي عند الانثى سنجد القليلين واضحين. اما عند الذكر فلا، موضوع مختلف. قليل سيوجد على اكس لكن ليس له مقابل على واي، وبالتالي الذكر سيحمل واحد من قليلي الصفة فقط، يلي هي صفة جسمية يعني تعود إلى صفات خاصة بالجسم. يعني لون العيون، الإنسان والذكر والأنثى عندهم عيون ولون، لون مو هيك اللي بدنا نشوفه هلا أول كم مثال. فعندي هون ذبابة الخل، هذا الذكر وهي الأنثى. الذكر لون العيون حمر والأنثى لون العيون أبيض. إذا هجلنا بيناتهم فبيعطي آل نص الأفراد اللي حيكونوا ذكور حيكونوا عيونهم بيضاء، نص الأفراد حيكون نص لون عيونهم حمر وهنين إناث. إذا عم ركز على شغلتين، صفة لون العيون يلي هي صفة جسمية، وأجنسة إنه هي اللي ذكر أم أنثى. فمن الفكرة كيف؟ فإذا صفة جسمية إلها علاقة بالجنس، هي معناتها وراثة مرتبطة بالجنس. لماذا؟ لأنه هذا السبب، المحمول على إكس وليس لها مقابل على واي، هي المورثة. كيف بعبر عن هالحكي كلياته؟ من خلال جدول وراثي. يعني هلا هون نحن بالفحص بتجينا هي الرسمة، أو بتجينا عفوا هي المسألة. هي الرسمة ما بتكون موجودة، بالعكس الرسمة هي ما بتكون موجودة. بدي أنا جدول وراثي يعبر لي عن مسألة هي. فعندي تفسير النتائج هي لا يفسرها إلا الوضع اللي قلنا، النص مورثة محمولة على إكس وليس لها مقابل على واي. كيف تعبر عن العكي؟ بعبر عنه أولا بين قوسين الجدول الوراثي، ما بنسى ما يعني هدلون هنين السطور ونمط ظاهر كذا، بتذكروا ما. هلأ هون القصة إنه الجنس أولا، فيا ذكر يا أنثى، ذكر ماشي ما بيكفي، أنا عم بدرس صفة جسمية اللي هي لون العيون فأحمر العينين وأنثى بيضاء العينين. اللون الأحمر برمز له بآر كبيرة، وبالتالي لون العيون الأحمر هو الراجح، ولون العيون الأبيض هو المتنحي فأخذ آر صغيرة. تذكرتوها؟ هلأ كيف بعبر عن النمط الوراثي بهالشكل؟ إذا لما بتكون الوراثة مرتبطة بالجنس وقالوا لي إنه مرتبطة أو اكتشفتها إنها مرتبطة، كيف بكتشفها؟ بكتشفها من النتائج. برجع لهون قبل ما أكمل، لما بقول هالجنة بين ذكر وأنثى طلعوا نص الذكور، نص الأفراد ذكور ونص الثاني إناث، فبالمسألة عم يقولوا لي ذكور وإناث، معناتها المسألة مرتبطة بإيش؟ بالجنس. وبالتالي لما بدي حط النمط الوراثي بدي حط الأشفاع الجنسية أولا، بخاصرتها هون عجنبها هون بحط قليلات الصفة يلي هن الرموز الحروف. تمام؟
كيف بصير العملية؟ حط إكس وواي ذكر، إكس إكس أنثى. طيب كتر خير، ما أخذت ولا علامة، بس لحتى حط قليلات الصفة. فلما بحط الآر كبيرة محمولة على إكس، واي صفر. شو يعني واي صفر؟ يعني ليس هنا في قليل مقابل، ما في حدا. بينما الأنثى والآر هي بيضاء، وبالتالي هي والأبيض متنحي، وبالتالي هي صافية، فبتجي آر صغيرة آر صغيرة. هون الوضع عادي، هون الوضع مو عادي. مو عادي شو يعني مو عادي؟ يعني بيرجع لهي القصة تبع المرتبطة بالجنس، محمول على إكس وليس له مقابل على واي. خلص ما عاد أعيد هالحكي. إذا لما بكتب النمط الوراثي بكتبه بهالشكل، أشفاع جنسية ثم بخاصر طب حط قليلات الصفة الجسمية اللي هن الحروف. الذكر بياخد قليل واحد لأنه ما في مقابل. لما بتعطي أعراس بطلع نص بنص، بيجي بعدين هاي الإكس مع الإكس وهي الإكس مع الواي، بضربهم هدلول تذكر بطلع نصهم، هدلول ذكور، هذا واي، إكس هذا ذكر، وهذا آر هذا أبيض. الأنثى حتجي آر كبيرة راجحة على الآر صغيرة، هتطلع أنثى، هتطلع حمراء العيون، طبعا أنثى لأنها إكس إكس، صح؟ إذا هي اسم الوراثة المرتبطة بالجنس. عرفتوا ليش اسمها هيك؟ فهمتوا معنات هذا التعريف؟ هي فكرتنا هلا. بتمنى انكم تحلوا المسألة الموجودة عن غايب. بتمنى انكم تكونوا حفظتوا السطور هدلون. بتمنى صرتوا تميزوا بين نمط ظاهري ونمط وراثي واحتمال اعراس، وبعدين كيف بنطلعه. وشكرا لكم.